التبرع بالأعضاء البشرية يعطي حياة طبيعية جديدة وينهي معاناة كبيرة يواجهها مرضى الفشل العضوي. ذلك ما أكدته ندوة التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، محذرة أفراد المجتمع من خطورة توجه المريض إلى الأسواق السوداء لشراء الأعضاء. هدفنا من هذه الحملة إلى توعية المجتمع بخطورة التوجه إلى الأسواق السوداء لشراء الأعضاء البشرية. التوجه لهذه الأسواق محفوف بالمخاطر، يعرض حياة المريض للخطر الكبير. هذه العمليات تجرى في أماكن غير مهنية، المرضى يتعرضون إلى عمليات نصب، إلى نقل أمراض خطيرة، إلى مضاعفات خطيرة في هذه الأماكن. للأسف السلطنة مصنفة من ضمن أقل الدول في التبرع للأعضاء بالنسبة للكلى، فعايز أقول لحضراتكم أن في خلال 35 سنة من 88 ل 2023 عدد اللي تبرعوا بالكلى في سلطنة عمان لأفراد أسرتهم 325 واحد، يعني بمعدل يقل عن 10 تبرعات للكلى في السنة. وأوضحت الندوة التعريفية أن أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يفوق تبرع الشخص بأحد أعضائه وهو لا يزال على قيد الحياة، معرفة بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء مع شرح لآلية إجراء عمليات التبرع وضوابطه من المنظور الشرعي. يجب ألا يكون التبرع مضرا بالمتبرع ببعض الأعضاء التي يمكن أن يتبرع بها الإنسان مع بقائه في حياته الطبيعية ولا تؤثر عليه بشكل سلبي. إضافة إلى ذلك يجب أن تراعى فيه سلامة المتبرع والمتبرع له بأن يعطى الرعاية الصحية اللازمة والفحوصات وما يقتضي أن القضايا الطبية التي تتعلق بذلك. تأتي إقامة هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التي أقيمت في مجموعة من محافظات وولايات السلطنة أيضا للوقوف على أهم التحديات التي تعتري البرنامج الوطني لزراعة ونقل الأعضاء في سلطنة عمان، والتي لمسناها خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها أيضا قلة مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بمفهوم نقل الأعضاء ومشروعيته من الناحية الدينية. وبينما يعزف الكثيرون عن الفكرة من الأصل، فإن البعض يرى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يمثل بارقة أمل لآلاف المسجلين على قوائم الانتظار الخاصة بعمليات زراعة الأعضاء، إذ تقيهم الاضطرار لتدخلات طبية قد لا تعالج مشكلاتهم الصحية من جذورها، أو السفر إلى الخارج لزراعة عضو أو أكثر هناك. كثيرون هم الذين ينتظرون تبرعاً ينقذ حياتهم، وقلة قليلة مستعدة للتبرع بأعضائها بعد الوفاة، واقع مرير تحاول تغييره حملات التوعية بهذه الرسالة الإنسانية النبيلة. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.